حلال عليك هذا الجانب. أما تجي تريد تفرض علي نفسك بالعصابات مال المطرشية والفروخ والسرسرية وتمقر وتحط بوك قائد إسلامي أعلى وهو سافي كلب نجس قدر ديل بحكي وعدنا أدلة عليها، هذا لا يقبل. تحترم السيد علي السيستاني راح نتغاضى عن جرائم أبوك المجرم، أو راح نقول يابا هذا يعني على اعتبار الشيعي قال أشهد عن علي ولي الله. تعتدي على سماحة السيد علي السيستاني وتقلل من قيمته وتكتب قصقصات جماعتك، روحوا له قولوا هيك بالإعلام، انطيح حظ أمك، أمك هاي العاهر جابتك. قال يريد يصعد، خلينا نشوف.